استقبل سعادة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مطار البحرين الدولي المتسابق البحريني مهنا أحمد البوعينين الحائز على المركز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا في جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم والتي اختتمت مؤخرا بالعاصمة الكويتية. كما وهنأ المفتاح القيادة الرشيدة بالإنجازات المتواصلة التي يحققها أبناء مملكة البحرين خلال تمثيلهم للمملكة في المسابقات القرآنية الدولية، لافتا إلى أن هذه الإنجازات ترجمت اهتمام القيادة وحرصها إلى إعداد وتهيئة جيل قرآني وسطي، مؤكدا أن إدارة شؤون القرآن الكريم تسعى إلى تعزيز ذلك عبر خطط وبرامج متخصصة في هذا الشأن. يذكر أيضا أن المتسابق البحريني محمد سمير مجاهد قد شارك في جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم وقد أحرز المركز الثاني في فرع التلاوة بمشاركة 50 دولة إسلامية وعربية. وقد حظي المتسابقان البوعينين ومجاهد بتكريم سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في حفل أقيم مؤخرا تحت رعاية سموه. هذا الإنجاز حقيقة يرجع الفضل فيه إلى الله تبارك وتعالى أولا، ثم إلى العناية الفائقة أو لا محدودة من قيادة مملكة البحرين لحفظة القرآن الكريم ولحملة القرآن الكريم، ثم أيضا إلى الاستراتيجية الجديدة التي تبعتها الشؤون الإسلامية للعناية وأيضا للجهاز الذي أنشئ لإعداد وتأهيل حفظة القرآن الكريم نخبة وكوكبة من الحفظة المتقنين المتميزين الذين خضعوا لهذه الدورات المكثفة من أجل أن نتسابق بهم ونتنافس على حفظ القرآن الكريم محليا وخارجيا. شعور الواحد في الفوز في جائزة الكويت الدولية يعني أصعب منه، يعني الكلمات توصفه، لكن يعني كان شعور عظيم جدا أنك تشرف ديرتك، خصوصا عندما يقال يعني البحرين المركز الأول، فكان يعني شعور عظيم جدا. تجربتي مع القرآن ابتدت من الصغر، طبعا في سن صغير جدا بديت أقرأ عند الوالد الحمد لله، وإلى أن ختمت القرآن في سن 18. بعد ذلك شاركت يعني في مسابقات محلية منها مسابقة البحرين الكبرى كذا مرة إلى أن شاركت في فرع القرآن الكريم كامل. وبعدين بديت أقرأ عند الشيخ مصعب البعركي كمعد للمسابقات الدولية، وهذه الفوز لوالديني اللي قدموا لي الدعم الكامل في هذا المجال، وأهدي هذا الفوز لشؤون الإسلامية وإدارة القرآن الكريم وجميع من ساندني من هذه الجهة ويا القيادة الرشيدة وجميع شعب البحرين. أن شعوري كأب أشعر بالقبطة والفرح، ولكن في نفس الوقت أشعر بأن نحقق حسن النية في هذا الإنجاز العظيم الذي حققه الابن مهنا، ونهدي هذا الفوز لهذا البلد العظيم وقيادتها التي نعمنا في هذا البلد العزيز بالأمن والأمان. وبالنسبة يعني لمهنا، هذا توفيق من الله عز وجل الذي وفقه لتحقيق هذا الإنجاز، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه ويوفق جميع أبناء المسلمين.